بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باظفاري يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا عجبني رد الأخ حسون أبو عتب عن الجزء الثاني اللي فحصت فيه ضغط غاز تقريبا 410 أو 22، يعني في وحدة تبريد بغاز أو وحدة تبريد 410 بغاز 22 اللي تم استبدالها. ف الأخ حسون شو يقول؟ يقول يا أخي ما في اختلاف، يعني جوابه يقول الكمبرسر R22 هو نفسه كمبرسر R410، وأيضا كمبرسر البارد هو نفسه الحار بارد، يعني يقول لك ما في أي مشكلة بين الضواغط سواء كان في غاز 22 أو غاز 410. الأخ حسون راح أقول لك يا طويل العمر، فأنا شو رديت عليه؟ قلت له من قال لك أن الكمبرسر نفسه؟ لأن الغاز 22 صنع في تقريبا 1900، تقريبا ما ادري اذا انتم تصححوا لي المعلومه، تقريبا في الاربعينات ثلاثينات حسب اللي قريته، ممكن يعني ما بين الثلاثين والاربعين، مو متاكد، فلا تلوموني من هالمعلومه لان قريتها من زمان. فالضواغط اللي تم تصنيعها لغايه اليوم واللي هي تناسب على غاز 22 تختلف عن الضواغط اللي تم تصنيعها الغاز 410، لأن غاز 410 غاز جديد أظنتي على ما أعتقد، يعني ممكن بدايته كانت في سنة 1980، في الثمانينات، يعني إذا أنا ما خاب ظني، يعني يقول ثمانينات تسعينات الله أعلم، يعني يعني أنا أقول أن الضغط الغاز هذا غاز حديث، بالتالي الضواغط اللي تم تصنيعها أو الكواليتي الماتيريال مثلا المواد والجودة والمحركات، طبعا غاز 410 ضغطه مرتفع، يعني الضغط الراجع على حدود ال 120 إلى 140، والضغط الخارج من الماسورة الضغط على حدود ممكن اللي قريته أنا فوق ال 300، ممكن تقريبا ممكن 350 الله أعلم، مو متأكد من هالعلم، لكن ضغطه فوق، يعني فوق ال 300 وشيء، زين، مقارنة مع الضواغط اللي بغاز 22 اللي راح تكون مثلا ضغط الراجع فيها او البارد او سوري ضغط السحب راح يكون تقريبا ما بين 60 الى 70، ممكن يوصل 75 احيانا، وايضا ضغط الخارج راح يكون مثلا ما بين 250 الى ممكن يوصل ال 300، وايضا استهلاك الكهرباء ومن هالامور. لذلك يعني يا اخ حسون، هذا الغاز موديل او غازات جديده، تصنيع جديد، لذلك تم تصنيع الضواغط هذه او المحركات او الكمبرسرات هذه بحيث انها تتناسب مع نوعيه الغاز هذا الجديد. انتم مثل ما تعرفون ان الابجريد والداون جريد اللي هو ترقيه لمثلا شيء اعلى او التنزيل الى شيء ادنى، بالتالي الترقيه راح تكون صعبة على أي جهاز، ولكن مثلا التنزيل راح يكون سهل لأي جهاز، ولكن مثلا التنزيل ما راح يكون جيد لأنك راح تفقد بعض الخصائص. الترقية أيضا راح تكون صعبة على أن أي برنامج أو أي جهاز يستوعبه. لذلك أنا أقول لك يا أخ حسون أن الكمبرسرات غاز 22 غاز 410 أيضا غاز 134 للثلاجات تختلف عن الكمبرسرات او تختلف الكمبرسرات ما بينها، لذلك تحصل الصناع راح يكتبوا لك مثلا هذا الكمبرسر يناسب الغاز او رقم الغاز هذا، وما راح يناسب مثلا رقم الغاز هذا، وبالتالي ممكن نتجاوز هذه الاشكاليات مع بعض التعديل. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا. صلى الله عليه وسلم.